السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب وصبايا؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي الشاحنات وقصة جديدة أكيد. وخلينا نبلش بالفيديو بسرعة لأن القصة شوي طويلة، فإن شاء الله ما تكون فيديوهين، بنروح فيديو واحد خلصها. وطبعا كالعادة رح يكون فيديو مدته من 12 إلى 15 دقيقة، إن شاء الله رح أحاول أحط لكم بهذا الحدود. وبالإضافة إذا شفتوا أنتم المدة قصيرة اكتبوا لي تحت في التعليقات نطولها، واذا شايفونها طويله اكتبوا لي تحت في التعليقات اقصرها، يعني بامكانها اقصرها وبامكانها اطولها. وهلا خلينا نبلش بالفيديو، ليتس جو. طبعا مثل ما انكم شايفين انا اول شيء اخذ سياره وحملتها، طبعا انتم شفتوا الفيديو الماضي انه انا صفيت السياره كانت على الطريق وبعدين انا جيت كملت وفضيت الحمل. المهم هلا اخذت حمل ثاني وخلينا نركب جوا ونفتح الشاشه. وطبعا الحمل اتوقع هو قريب حتى مو بعيد، يعني 225 كيلومتر بس، يعني ما هي المسافه الضخمه. وبتعرفوا انتم حمل صغير وخفيف نظيف، بنروح بنوصل ونرجع. طبعا انا ما بحب اسمع صوت السياره لانه بيشوشني شوي، تمام؟ فرح شيء السماعه. اليوم رح نحكي لكم ان شاء الله، هاي اسوق من هون بالاسهم احسن. اليوم رح نحكي لكم قصه حب، تمام؟ صارت معي بالجامعه، مو معي يعني، قصه شخص كان بيحب شخص. قصة كتير جميلة، خصوصا يعني نحن مثل ما تقول عارفوا انه انا سوري، فنحن قصصنا شوي سبيشال، في لها موضوع بسبب الثورة والحرب اللي صايرة بسوريا والثورة يعني، وشايفين انتم شو الوضع، فكان شوي فيها تغيرات جدا جذرية وجدا مهمة. القصة هي بدايتها احكي لكم، طبعا رح احكي لكم اياها انا من النص من الحدث اللي صار معنا، وبعدين بكمل لكم ايش اللي صار بالماضي، تمام؟ طبعا مثل ما بتعرفوا انا لما جيت لتركيا فورا رحت بلشت ادرس تركي مثل اي انسان داخل بلد اجنبي لازم يتعلم لغتها، فورا رحت وبلشت اسوي دورات لغه التركيه. وعادي يعني مثل اي انسان دخلت بالمعهد، مو المعهد، انا كنت ادرس بالجامعه وبلشت احضر دروس واداوم وخلصت اول مستوى وثاني مستوى. طبعا بسبب انه كان وقت خلال هاي الفتره موجه نزوح السوريين، فكان نسبة اللي جايين تعلموا لغة تركية اغلبهم يعني نسبة كتير ضخمة تعتبر سوريين، بس طبعا كان في غير جنسيات كتير مو بس نحن يعني، بس كان معي بنفس بالصف انا بتذكر كان في معي جنسية من اوزباكستان، اذربيجان، يعني حتى تعلمت على ثقافات بحياتي ما كنت اشوفها، وتعرفت على ناس من كل الجنسيات. وتعلمت انه في ما شاء الله في عندك باسيا مليانة ثلاث دول، انا فكرها ما في غير الصين والهند وباكستان. بس ما بعرف شيء ثاني غير هدول، طلعت مليانة دول. المهم فنحكي عن الموضوع هذا، فكان في معي صديقي شاب انا وياه كنا بالجامعه سوا بندرس سوا، تقريبا كنا كل المستويات مع بعض. طبعا المستويات اللغه التركيه هن كان في مستويين اسمهم A، بعدين مستويين B، بعدين مستويين C او J باللغه التركيه، تمام؟ هيك كانت كل المستويات في تركيا. فنحن وصلنا على اخر مستوى وما نجحت فيه، فالمستوى مدته كان 6 أسابيع تقريبا، فلازم نعيده. فالمهم عدنا. طبعا هون انا نسيت احكي لكم شغله جدا مهمه في البدايه، انه نحن خلينا نفتح الكسيون كو نضرب حدا، تمام؟ في البدايه نحن خلال خلينا نشغل الساحه، في بدايتنا نحن وقت جيت انا لتركيا كأنا شاب كثير شباب يعني، وقت بدايه الثوره اساسا كانت بدايه سن المراهقه تبعتنا، واغلبكم هلا عندنا بسن المراهقه انتم، فكنا يعني بداية قصص الحب، كل واحد عنده قصة حب، أو يعني هيك مثلا كان في بنت في حياته أو حابب حدا أو في تواصل مع حدا، تمام؟ أي حدا بهالعمر يعني 16 17 18 بهالحدود هاي، هذا العمر يعني، كنت أنا في بسنة 2011 أتذكر أو 2010، مو في بداية الثورة، بعدين قامت الثورة. لما قامت الثورة خلال هذه السنوات يعني كل واحد عنده موضوع عنده شيء بيعرف حدا، فلما قامت بغير محافظة، تمام؟ بعدين قامت في مدينة حلب بعد تقريبا سنة وثلاث أشهر تقريبا بعد الثورة صارت في مدينة حلب. لما صارت في مدينة حلب فهو السبب الأكبر كان لهجة السوريين وخصوصا الحلبية لتركيا. المهم بغض النظر عن الموضوع هذا، فكان كل واحد اللي بيعرف بنت معه بالمدرسة، وطبعا اللي الثورة صارت في حلب ما صارت إنه مثلا وضع تأزم مثل اي بلد، مثلا انتم عايشين شلون هلا انتم كورونا نمنا فقنا قالوا خلص ما في روح على المدارس، ما في دوام، ما في اي شيء، صار حجر، صار ما في حدا، ما يصير تعمل اي شيء بحياتك. نفس الشيء نحن كان نفس الشيء تماما، نمنا فقنا خربانه الدنيا،
كل واحد صار يرقد على مكان فيه بهالاراضي الواسعه. المهم انا اجينا لتركيا، هذا بحكي لكم طبعا، انا بحكي لكم بال 2015 تمام، يعني ما بحكي لكم بال 2014 2011 تمام، عم بحكي لكم بال 2015 هذا الحكي. بال 2015 حبيبي خلينا ندوب له هذا حجي شو الطريق هذا، انا وين دخل بال 2015 هاي القصه صارت، مو القصه يعني قصه الحب. رفيقي كان معي لما رسمنا انا وياه، فكنا نحن يعني بدك تقول يعني الطلاب السوريين، وكنا عملنا يعني نحن مع بعض اربع مستويات، فلما رسمنا نزلونا مع المستوى اللي او اللي نجح على المستوى تبعنا اللي نحن رسمنا فيه تمام، فجابوهم تمام، فما ما كنا معرف بعض، فنحن اثنيناتنا بنعرف بعض، فضلنا صحبتنا مع بعض. فيوم من الايام يا سادة يا كرام كنت ماشيين بالجامعة، طبعا هون جمال غازيانتاب جميلة بس لا توصف مدينة حلب، جمال حلب بجمال بكتير مراحل، بس يعني جميلة لا بس، يعني بصراحة لا بس، يعني واحد يحكي له ولا عليه. المهم فكنا ماشيين في أحد الأماكن، أنا في مكان ما بقدر أدوب لك، هدو هدوب بسبب المطر أي تمام. المهم في مكان احنا محل ما كنا ندرس كان في مكان مثل هيك كافيتيريا، بس صار الكافيتيريا بقلب الكليه وداخله في مكان، المهم تدخل منه تطلع من الطرف الثاني تدخل على غير قسم من الجامعه، وحتى اذا بدك يعني دوبل هذا الشوفير ماشي على 100 منه، حتى لو بدك تروح تلف هلف لفه كثير كثير طويله تمام. فكنا مثل انه هون مثل مختصر تمام، العالم تروح ترجع منه. المهم فدخلنا انا وياه هي هون صار مثل الكافتيريا وطاولات، شفنا بنت ملبسها يعني مبين اللبس السوري، والبنات بشكل عام السوريات في تركيا يعني بداية جيتنا لسه، يعني ما اخذوا مثل ما يقول لسه ما صار عندهم اختلاط بالثقافات الثانية. يعني انا بحكي لكم لما جيت ما كان في حدا من السوريين في تركيا، يعني انا بحكي لكم انا هون هذا الوقت بعد سنة ونص تقريبا، او بال 2015 يعني كنت جاي من 2013، يعني بعد سنة ونص تقريبا سنتين تقريبا. وانا وين رحت معلم على هذا الصواب الله ما يستر، وبعدين هلا بيعطيني يوتيوب عليه ايش اسمه انتهاك الحقوق ايش اسمه ما بعرف ايه، انه سويت حادث ما بس يعني هذا الحادث مو جيد، مو جيد ابدا لليوتيوب، ان شاء الله بشيله تمام. المهم واشاره كمان مخالفه من الدين بالقصه يا زلمه ايش بك يا زلمه ايش هذا، دخلنا روسيا الاتحادية. فلما دخلنا شفنا بنت سورية، فيعني كل شاب يعني او اي من كل بنت فلازم يشد نظرنا لها ونطلع عليها نشوفها جميلة ما جميلة، خرج واحد يعني تسوى ان واحد يعذب حاله ويحكي معها ولا ما تسوى اساسا، بنت ما حلوة خلينا نكنسل عليها. فمن من محاولة النظر فكان صاحبي اطلع عليها بدهشة، انا قلت له والله ماشي زياده ما عليه امشي ده جنب هون، قال لي طول بالك هاي حبيبتي تمام، هاي حبيبتي شو حبيبتك حبيبتي قلت له فليك كنت متوهم شيء يعني، معقول ما بتعرف معقول ما يعني انا حدا هذيك الايام يعني خصوصا انا كنت من الشخص اللي كنت بستخدم التكنولوجيا كثير، انه معقول يعني معقول يعني انت بنت تعرفها، معقول ما عندك تواصل معها، معقول معقول ما عم تسمع اخبارها، معقول ما حكيت معها باي وسط. قال لي ما صار لي اساسا من هذيك من اخر مره شفتها فيه بالمدرسه كان وقت عندها امتحانات، قال لي من وقتها لحد الان على اساس انه راح اشوفها ثاني يوم وما شفتها وما عندي لا رقم تليفون ولا عندي تفاصيلها. قلت له يعني هلا هي متاكد؟ قال لي ما هون المصيبه انه هي تشبهها جدا بس ماني متاكد اذا هي، يعني بتعرف صار لنا تقريبا 3 سنين هذا الحكي معي، 3 سنين او 4 سنين، ايه 3 سنين تقريبا كان حكي هذا 3 سنين معي. قلت له ايه خلاص معلم، فما بدنا نمشي معلم، امشي روح لعندها نحكي معها هي ولا قال لي طول بالك وين تروح تحكي معها، طول بالك يا زلمه خلينا نتفاهم. قلت له ايش نتفاهم خلاص ما دام حبيبتك وبتعرف نروح نحكي معها، قال لي طول بالك. قال لي خيو عندي حل اخر مشان نتاكد، انت روح احكي معها ولما تبلش تحكي معها خلي يحاول انه تكون هي وجهها من طرفي مشان اتاكد انه هي ولا ما هي فعلا. قلت له لا معقول انا بحكي مع حبيبتي ايش حكيها، هذيك الايام كنا صغار ما كنا مش عارفين يا زلمه، كنا نفكرها شغله كبيره. قال لي لك لا روح
وانا مش هنتاكد نفس الشيء نفس الوقت قلت له يعني مصر على هالموضوع. ابو يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا حيوان يا حيوان، انا الذنبي؟ يا لطيف 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 يا لطيف. طول بالك علم، بساعدك بساعدك، بسحب لك السيارة. يا لطيف يا لطيف. فقال لي بدي اتاكد انه هي. قلت له شلون بدك اتاكد لك يا صديقي يا صاحبي يا مذكور بالخير الله يوفقك، يعني هلا انت عم بتشوف الفيديو يعني بعتذر منك صراحه، بس بتوقع انه ما انت عم تشوف الفيديو، اكيد ما رح تشوفه لانه انا ما قلت لك على اسم قناتي لحد الان. المهم فالشاب قال لي روح تاكد انه بدنا نتاكد. طيب احسن ما نروح نتاكد، بجوز انت بتشبه علينا لانك انت شايفها قدامك وما لك متاكد منها. انا عندي اقتراح اخر. قلت له قال لي شو؟ قلت له اعطيني معلومات عنها شوي، وانا تعرفني انا روح قلبي هيك طحش، بطحش لك عليها وبسوي حالي انه بعرفها من 36 سنه. قال لي ايه. قلت له بتعرف انت نسحب عليها، نسحب عليها سحبه يعني شيء مرتب معلم. قال لي اقول لك. قلت له ايه. قال لي طيب اتكلنا على الله معلم. المهم قال لي انه هي ساكنه وين واسمها شو. فانا حملت حالي طحشت عليها معلم. مرحبا هيك يا شباب. لا مرحبا. قال اهلين كيفك؟ الحمد لله. انت بتعرفني؟ قلت له لا كان شو ما بعرفك. ما عرفتيني ليش؟ والله الدنيا غيرتك والحرب غيرتنا والله. قال لا ما عرفتك. مين انت؟ لا قلت له انا لك انا لك انت مو كان بيتك موجود بالمكان الفلاني؟ قال ايه. قلت له حلو بقى انت مالك متذكرتيني، شلونك؟ ايش اخبارك؟ ايش عم بتسوي هون؟ والله جاي عم بدرس هيك. وقلت لي انه جاي بدي اسجل هسه بالجامعه. هي ما سجلت بدها تسجل من هون وقت. انا سبت كان نهايه السنه بدايه السنه الجديده يعني وقت التسجيل الطلاب. ايش القصه اليوم؟ كلها حوادث، كل العالم شوي واقفه يا شباب ايش في؟ المهم قالت لي انه ايه بدي اسجل وكذا. بس قلت ما عرفتك انا. قلت لها جوز انت مالك متذكرتيني، بس انا عرفتك شفتي انا فورا حتى عرفتك وعرفتك وين ساكنه وعرفت اسمك وعرفت اسم ابوك كمان. نعم هي البنت انصدمت. المهم يا شباب انا مثل اللي جاها المنزل من السماء على بساط الريح. طبعا انا اتفقت مع رفيقي انه خلاص انه بمشي لك بالوضع انسى معلم عندي. هي ضربت لها صديقي عندي ضربنا الحيوان اخذنا 2500 مقالب. بس مني حدا سحل من قدامي على ضربة الصدر كنا روحنا حالنا. ضربنا ما ضربنا. هي مش كل شوفي شحن شايفين شنو ما يبين قدامه العالم. هلا هذا الغبي اللي قدامي اكيد بطل يتحرك لان انا ضربته. في ملخص الحديث قالت لي ايه. المهم فانا وانا ما عم بحكي ما عم باخذ وقت مثل اي شب ما بتعرف بتوش. فشب رفيقي عم طلع عليها بتأكد هي ولا ما هي. المهم يا شباب مو هون نهفت الموضوع وقفلة القصة مثل ما يقولوا، وأنا شكلي وصلت الحمل ولسه ما خلصت القصة. يا شباب جيت لعندها أنا الشاب وجاية هي وحيدة بالجامعة وما يعرفاني شيء أبدا. وش بدها تسوي أساسا؟ ما يعرفاني وما بتعرف تحكي تركي ولا مصيبة ما يعرفاني أي شيء. يعني إنه مثلا تقول إيش بها السيارة بخير ليش؟ اوه عبيلي لازم تزور السرفيس. ايوه مصيبه هيك يا معلم. فالبنت قالت لي طيب انت هون صفحه زمان عم بتسجل. والله البنت كانت جريئه يعني بسرعه البنت فتحت الموضوع يعني على قولة المصلحه يعني خلاص جاء واحد بيعرف يحكي تركي ومعها بالجامعه. يعني هي يعني شوف رح احكي لكم هي للبني ادم اللي موجود بغير دوله ويجيك واحد ساكن معك بنفس الدوله بيحكي لغتك. يعني هي يعني مثل ما يقول هي ليفل عالي من الحظ تمام. والاعلى من هيك تكون انت في مكان معين اللي هو مثل جامعه او مشفى او مركز صحي او مركز شرطه او ايا يكن. والله لازم انا اطلع على اليمين والزحمه السير على اليمين. شباب بدي اطلع على اليمين تسمحوا لي ولا ما تسمحوا؟ والله شكله ما يسمحوا. والله منيح شو هذا فتح لي طريق بارك الله فيك. فالبنت المنزل من السماء قلت بس ممكن تساعدني نروح على الجامعة ونروح على شؤون الطلاب مشان نسجل واشوف ايش بدهم وراء وايش ما بدهم. وطبعا هي سألتني ايش بدك وراء. قلت لها بدك واحد اثنين ثلاثة وبلشت اشرح لها. قلت لي ممكن وممكن وبلشت هي لحالها تسألني مليون سؤال. لا خلاص ايش بدك لعيونك ابي شري ابي شري. المهم يا شباب النهفة هون النهفة انها طلبت وطلبت تليفوني. والمصيبة مو هون، المصيبة انه رفيقي ميت ليحصل رقم تليفونه والسيارة خربت بدها تصليح. فايه لك؟ طبعا انا هون وقت قلت رقم تليفونه فورا ايش خطر ببالي؟
أبا هي بعطيها لرفيقي والله هي بخسره فيها فروشتين عزيمتين على هالرقم هذا. لا ابشر عيونك ابس مسكي اي رقم تليفوني اعطيني رقم تليفونك ان شاء الله بس عالتي بس طلع شغلي ما تعطي لحدا اهم شيء الامانه. لا خلص ابشر ابشر اساسا هي فاهم في حدا اساسا هون من العرب مين بده يجيها. اقول لك خلينا نفضي لكم الحمل وحاج ونكمل يارن او اسبوع الجاي ان شاء الله نكمل لكم القصه هاي بعد يعني بعد ما خلصت الحديث بعد ما اخذت رقم تليفونها ورحت هونار فيه تمام وهون كانت النهفه. طبعا انا راح اصفها لحالي انا ما خرج اصفها انه عم بحكي تمام. فالنهفه وين كانت انه رفيقي بارك عم ينتظرني رحت اخذت له الرقم اعطيته اياه وهون بلش قلت له تعال بدك تحكي لي قصه كلياتها قبل ما اعطيك الرقم التليفون. طبعا الرقم بدي اعطيك اياه والرقم موجود عندي طبعا هو تابعني شايفني شو عم بمشي معها وكل شيء وبيعرف مثل ما يقول هو بيعرف مداخل الجامعه من داخلها فهو كان وين ما بروح هو شايفني يعني عم بيشوفني شو عم بعمل فعرف انه انا اخذ رقم التليفون فقال لي اعطيني رقم التليفون قلت له لا ما بعطيك رقم التليفون اول شيء اشرح لي احكي لي القصه كامله وبعد ما تحكي لي القصه كامله قصه حبكم كلياتها نكتب لكم اياها على بوست على فيسبوك وطبعا كتبتها في بوست على فيسبوك وسميته السنفور والسنفوره والقصه كثير جميله وطويله. المهم فقال لي ايه قلت له تحكي لي قصه من اولها لاخرها ايش اللي صاير معك بسوريا بعدين بعطيك بالحلقة الجاية إن شاء الله راح أكمل لكم شو اللي حكي لي لما كانت قصة الحب تبعته بسوريا والفيديو اللي بعده راح أحكي لكم بعد هذا اللقاء اللي صار بيني وبينها والحديث اللي صار بينها وبينها. طبعا أنا إنه هي ما لها خبر إنه هذا حبيبها القديم أو الشاب اللي كان تعرفه موجود هون معنا كمان بالجامعة فصار في تحداث تطورات مختلفة أخذت الموضوع يعني هيك ما بعرف شلون مشينا. المهم كنا هون وصلنا نهاية الفيديو ان شاء الله نال اعجابكم الفيديو ونال اعجابكم القصة ان شاء الله وانا بحاول انه اخذ لكم اجمل القصص اللي مرت معي بحياتي لاني مرت كثير قصص صراحة وكثير قصص مرت علي وخصوصا قصة الحبية ولو ما اكثرها. المهم خصوصا انتم فترة المراهقة كثير تحبوا لهذا الاشي فلذلك كنا هون وصلنا نهاية الفيديو لا تنسوا من اللايك والاشتراك تصلونا كل يوم فيديو جديد وحلقة جديدة الساعة 6 انزلوا تحت بالتعليقات اعطيني رايك بهي القصه واذا تحب اكمل لكم اياها ولا ما اكمل لكم اياها. بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل خدمه الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.